المحترمة، السيد رئيس مجلس الجماعي البلدي للميزان المحترم، السيد المدير الفرعي الجماعي البلدي للميزان المحترم، السادة قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة المحترمون، هذا الحفل البهيج لا يستقيم إلا بكلمات طيبة في حق السادة المحتفى به. وبادئ البدء أقدم السادة المحتفى به. السيد وكيل ملك أستاذ إلياس صالوح، وكيل ملك سابقا بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، وكيل ملك حاليا بالمحكمة الابتدائية بسلام. أستاذ عبدالله فتحي نائب وكيل ملك سابقا بهذه المحكمة، نائبا للسيد وكيل عام الملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. أستاذ محمد فخر الدين نائب وكيل ملك سابقا بهذه المحكمة، حاليا نائب وكيل ملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. أستاذ خليل قاضي أستاذ سعيد خليل قاضي بالمحكمة الابتدائية حاليا سي سليمان، سابقا نائب وكيل ملك بهذه المحكمة. أستاذ ياسين عليها نائب وكيل ملك حاليا لدى المحكمة الابتدائية بسلا، وسابقا قاضي بهذه المحكمة. احتفاء بهذه المناسبة السعيدة ينتابني شعور بالفرحة، شعور بالفرحة لأننا نحتفل اليوم بأخ وصديق عزيز قام قضائيا من المستوى العالي يعرفه الجميع انه السيد وكيل ملك الياس. استرقت سكينة في قلبي وفؤادي ما حييتي، ساذكركم دائما وسبق هذه السنوات التي قضيتها معكم محفورة في داخل.